السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم دلوقتي على Industry Foundation Classes اللي هو الـ IFC. ايه الفكرة؟ الفكرة ان احنا عندنا برامج كتيرة جدا في البيم، وكل برنامج ليه امتياز خاص بيه. فلو احنا عايزين نتبادل مع بعض ما بنقدرش نتبادل، ان واحد بيتكلم عربي واحد بيتكلم فرنسي واحد بيتكلم الماني، فقالوا ايه، هنوجد لغة مشتركة نترجم، يعني كله هيتكلم للغة ديت، يصدر اللغة دي ويستورد من اللغة دي. فلو حاجة عملوا حاجة اسمها IFC. مين اللي عملوا؟ بيلدينج سمارت، دي منظمه غير هادفه للربح. اول ما تسمع كلمه غير هادفه للربح تعرف ان هم بيكسبوا فلوس زي الرز، تمام؟ اللهم لا حسد. بس هي كل المنظمات الجديده او الغير هادفه للربح بيبقى فيها ارباح كتير، بيبقى في فلوس بتدفع اشتراك، وفي فلوس بتدفع امتحانات وحاجات زي كده. دي اتعملت من الشركات الكبيره زي اوتوديسك، الشركات اللي هي شغاله في المجال، راحوا قالوا احنا نعمل منظمه ونتبادل المعلومات، وهي تبقى مسؤوله على وجود صيغ مشتركه لكل المشاكل اللي بتواجهنا عشان نشتغل مع بعض. على اساس ان العميل ما يلاقيش نفسه مزنوق مع شركه واحده، لا، ممكن يكون هو محتاج حاجه معينه من شركه الف وحاجه معينه تانية من شركه بي، فيقدر يستخدم ده وده ويلاقي لغه مشتركه بينهم. فهم لقوا حاجه اسمها IFC. فلو انت شغال ريفت بتروح مصدر اي اف سي، واللي شغال تكلا يستورد منك الاي اف سي ويصدرك اي اف سي، وانت الريفت يقرا الاي اف سي والتكلا يقرا الاي اف سي. الاي اف سي عباره عن ايه؟ عباره عن ملف بسيط خالص، بيبقى مثلا تكست تقدر تفتحه كتكست وتقدر تقراه كتكست، بيقول لي مثلا ان انا عندي الوول طولها كذا ومسافتها كذا وارتفاعها كذا وموجوده في المكان الفلاني. فاول ما يروح البرنامج اللي هناك يقدر يقرا الحاجات دي، تمام؟ هي عاملة كأن هو بيخلي كل حاجة عبارة عن اوبجكت، وكل حاجة ليها الخصائص بتاعتها، وكل حاجة ليها الريليشن شيب، العلاقات بينها وبين العناصر الأخرى زي اللوكيشن كونكشن وهكذا. عاملة كأن عشان بس نبسط الموضوع ويبقى الموضوع بسيط، انت مثلا جاي تعمل لعبة حروب وعايز تحط جنود ومصر وبتحارب مع اسرائيل وهكذا يعني، فبدل من كل جندي موجود تقعد تتكلم كلام كتير، لا، كل واحد فيهم بتديله خصائص معينة وتتخليه يبدأ يتعامل مع الحاجة، تمام؟ دي ده الكود اهوت بيشرح لي القصة اللي هو الايزو دوت. ده خاص بالاندستري فاونديشن كلاسز بالشكل دوت، بيبدأ يقول لي ازاي تكتب الصيغة وازاي تتعامل معها. طيب لو انا عايز اعرف ايه البرامج اللي شغالة في الموضوع دوت، طيب خلينا نشوف السوفت وير. دي هي السوفت وير اهيت، ده الشركة اللي عامل السوفت وير، ده البرنامج، ده الكاتيجوري، ده السب كاتيجوري، ده الاي اف سي. فمثلا مثلا عندي مثلا البنتلي بتشتغل حتى الان باي اف سي 2 اكس 3، في حاجات تانية شغالة بالاي اف سي 4، ده احدث طبعا. في بعض البرامج بتحدد حاجه اسمها بي سي اف اكس ام ال بحيث تكتب تعليقات تبدلها من جهاز لجهاز وهكذا، تمام؟ انت ممكن بقى تقعد تدور على البرنامج بتاعك ايه الاي اف سي اللي بيشتغل معاك كويس، يعني جراف سوفت بيشتغل اهوت بالاي اف سي 4 مش بشكل خالص، الاوراكل كذلك، الريفت، تعال نشوف الريفت مش مكتوب، بس هو اللي بيشتغل برضه باي اف سي 2 3 و 4، ده هو ده ادفانس ستيل حتى الان اي اف سي 2 اكس 3. من المهم جدا ان احنا نبدا نشوف موضوع الاي اف سي دوت لان هو بيحل لنا مشاكل كتيره.